أحسن الله إليكم ونفع بكم. المرسل عبد الله اكتفى بكتابة ذلك لاسمه، يقول في سؤاله الأول ضمن عدد من الأسئلة، يقول: أنا أعمل في مؤسسة فردية، وكان صاحب المؤسسة يعطينا الرواتب بعد تأخيرها لمدة تصل أحيانا إلى 10 أشهر، وكان معي له مبلغ باقي حسابات ونحوها، وكنت أصرف منه وأتصرف فيه بدون علمه، والآن أريد التحلل من هذا الوضع، علما بأن هذا الشخص صاحب المال مريض ولا يقدر على معرفة أحد، وتولى ولده إدارة العمل مع باقي شركائه. عرضت عليه الأمر وكتبت سندا على نفسي بالمبلغ تقريبا، لأنني نسيت الإجمالي بالضبط، حيث لم يكن دفعة واحدة، لكن ابنه قال: سامحناك في هذا، وقطع السند، فهل علي شيء أو كفارة، وبماذا توجهني؟ أنت أخطأت في عملك هذا لأنك أمين، والأمين لا يجوز له أن يخون الأمانة. ولو كان راتبك يتأخر فطالب به، أما أنك تأخذ من مال صاحب المؤسسة بغير علمه فهذا أمر لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فلا يجوز لك أن تأخذ من ماله إلا بحكم شرعي، بحكم المحكمة الشرعية، يعني ترفع أمرك إليها، فإذا أذنت لك بالأخذ من ما عندك له لأنه ظالم ولأنه مماطل فهذا يجوز بحكم المحكمة الشرعية، أما أنك تفتي لنفسك تحكم لنفسك فهذا لا يجوز، وعليك برد هذا المبلغ، عليك برد هذا المبلغ في مال صاحب المؤسسة، وليس من صلاحيات الوكيل أنه يسامحك، لأن هذا حق لورثة هذا الإنسان، حق للإنسان نفسه ما دام حيا وهو لم يسمح، الإنسان هذا لم يسمح، أو حق لوراثته بعد موته، وليس من صلاحيات الوكيل أنه يسامح في بعض حقوق هذا الإنسان المولى على ماله، هذا ليس من صلاحياته. ولو كان ولده، ولو كان ولده أو نعم لو كان ولده، لأنه يقول ولده، أيه ولو كان ولده ومجرد وكيل، والمال ليس له حتى يسمح عنه، المال لغيره، فعليك أن ترد هذا المبلغ في مكانه الذي أخذته منه. نعم.